في مسعى أخير لمنع التوجه نحو انتخابات ثالثة، الرئيس الإسرائيلي يجتمع مع قادة الأحزاب لحثهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ونتنياهو يلتقي غانتس. الموقف الأمريكي حيال المستوطنات الإسرائيلية يثير تنديدا عربيا ودوليا، السلطة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي وإسرائيل ترحب بالإعلان. الاحتجاجات في لبنان تجبر البرلمان على تأجيل جلسته، والمصارف تفتح أبوابها بعد توقف دام 10 أيام. موجز الأخبار مشاهدي الكرام، تحية طيبة. واصل الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب المختلفة في مسعى لإيجاد مخرج من المأزق الذي آلت إليه عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية. واجتمع ريفلين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والطاقم المفاوض للليكود. هذا ويلتقي رئيس تحالف كحول لافان بيني غانتس مع زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يأتي هذا اللقاء قبل انتهاء مهلة 28 يوما لتفويض غانتس بتشكيل الحكومة. من القدس ينضم إلينا مراسلنا أدهم حبيب الله. أدهم، مرحبا بك معنا، ما الجديد في إطار لقاء غانتس ونتنياهو؟ يعني حتى الآن مهند لا يوجد أي معلومات أو تسريبات، يعني على الأقل من هذه الجلسة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وأيضا رئيس تحالف كحول لافان بيني غانتس. هذه الجلسة التي انطلقت عند الساعة 10 في مسعى أخير لتشكيل حكومة وحدة وطنية وأيضا لسد كل الفوارق والفجوات بين الأطراف، علما أن خلال اليوم يعني كانت هناك ماراثون جلسات ما بين كل الأطراف والكتل السياسية، وتحديدا عند رئيس الدولة روفين ريفلين الذي كان لاعبا مركزيا في هذه المفاوضات من أجل تشكيل تلك الحكومة وعدم الذهاب إلى جولة ثالثة وانتخابات قد تدور في نهاية الأمر بجميع الكتل والأحزاب وأيضا بدولة إسرائيل على المستوى الاقتصادي وأيضا الأمني والعديد من القضايا. وفي ملف آخر يعني لربما مهند هو لاعب آخر أو وسيط آخر وهو ما يعتبر بيضة القبان في هذه المرحلة وهو أفيكتور ليبرمان الذي انشغل يعني طيلة اليوم في أيضا تقليص تلك الفوارق وأيضا جمع الأطراف. إن تحدثنا عن تحالف كحول لافان وحزب الليكود من أجل الذهاب إلى حكومة أدهم، هل نتيجة الاجتماع بين غانتس ونتنياهو سيحدد ما إن كانت ستكون هناك حكومة إسرائيلية أم أن إسرائيل ستتوجه إلى الانتخابات؟ يعني بالطبع مهند هذا الجواب لربما قد ننتظره حتى يوم غد، وهناك من يتحدث عن إمكانية ربما تشكيل أيضا حكومة يمينية وأيضا انضمام ليبرمان في هذا الملف. حتى الآن الأوراق ما زالت مبعثرة رغم كل التصريحات عن تقدم بالمفاوضات بين جميع الأطراف، ولكن هناك أيضا مشكلة قد تواجه الآن تحالف كحول لافان وأيضا بيني غانتس ألا وهي كل الصراعات الداخلية. أن تحدثنا عن يائير لابيد الذي يرفض جملة وتفصيلا الجلوس مع بنيامين نتنياهو تحت لائحة اتهام. أيضا نتحدث عن جابي أشكنازي هو الآخر يرفض ذلك وأيضا صرح لا يريد الجلوس في حكومة يجلس بها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. السؤال كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة مهند، وأيضا هل نحن بصدد انتخابات ثالثة؟ حتى غدا يعني نراقب وأيضا سنتابع كل الأخبار فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية. من أمام منزل رئيس الدولة روفين ريفلين في مدينة القدس أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك. أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية، في وقت رحب الجانب الإسرائيلي بالقرار الأمريكي. هذا وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية. أولا يجب أن يتحمل المجتمع الدولي في شخص الأمم المتحدة وبالأخص مجلس الأمن عن سبب تقسيم فلسطين عام 1947، وبالتالي كما قامت إسرائيل يجب أن ينفذ الجزء الآخر المتعلق بإقامة دولة فلسطين. هذه هي العدالة الدولية لاسترداد الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، ونحن نتوقع من مجلس الأمن في تغييرات كونية في الأيام القادمة أو السنوات القادمة أن يكون هناك موقف واضح من أجل إيجاد حل للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع
حزيران لعام 1967 كما اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي نحن على ذلك. مش أمريكا اللي بتقرر، في شعب اسمه الشعب الفلسطيني هو اللي بقرر، أو بالأحرى قرر من فترة طويلة النضال حتى تحرير الأرض الفلسطينية، بمعنى أنه لا ترامب ولا أمريكا اللي بقرروا بالنهاية. في شأن آخر، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بيرني ساندرز، قال إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. جاء ذلك تعليقا على إقرار وزير الخارجية مايك بومبيو شرعية المستوطنات وعدم اعتبارها مخالفة للقانون الدولي، كما تنص مذكرة قانونية أمريكية تعود للعام 78. قالت وزارة الخارجية الروسية أن القرار الأمريكي بدعم حق إسرائيل في بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أدانت الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان لها، محذرة من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة. أضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي. خضع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة لعملية جراحية استؤصلت خلالها عينه اليسرى، فيما فضل الأطباء الإبقاء على الرصاصة القريبة من دماغه خشية تعرض حياته للخطر إذا ما أزيلت. وكانت قضية فقدان الصحفي الفلسطيني عمارنة لعينه برصاصة إسرائيلية أثارت العالم وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تضامنية مع الصحفي الذي يرقد في أحد مشافي القدس للعلاج. وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها بصدد إحالة ملف قضية معاذ وملفات مشابهة إلى محكمة الجنايات الدولية. أنا الحمد لله اليوم صحتي أحسن، الأطباء حكوا لي أنه شلنا جزء من العين، في لسه عمليات لقدام، الرصاصة موجودة بالرأس، بس الحمد لله رب العالمين يعني ما بتشكل حاليا خطر كبير، وإن شاء الله يعني إنه بتماثل الشفاء عن بسرعة يعني. قالت روسيا إن تعهد تركيا بالقيام بعملية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجرى تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين أثار دهشتها، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو إن بلاده قد تنفذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجرى تطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية. قالت الأمم المتحدة أن عشرات الأشخاص ربما قتلوا في إيران منذ يوم الجمعة خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب زيادة الحادة في أسعار البنزين. وحث المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولي الأمن الإيرانيين على عدم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين. واصل متظاهرون عراقيون احتجاجاتهم دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة. وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد والتي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي. أرجأ البرلمان اللبناني جلسة تشريعية تعهد المحتجون بمنع انعقادها لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل. وكان من المنتظر أن يجتمع مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العفو الذي يقول منتقدوه إنه يسمح للمسؤولين الضالعين في قضايا فساد بتجنب العدالة. هذا وتجمع عدد كبير من المتظاهرين أتوا من أنحاء البلاد كافة عند مداخل العاصمة بيروت وشكلوا دروعا بشرية لقطع كل الطرقات المؤدية إلى المجلس النيابي ومنع أي نائب من الوصول إلى المجلس. ممنوع تصير الجلسة النيابية أبدا أبدا أبدا، لو شو ما صار، لو بدنا نسكر بيروت وإذا فات النواب ما رح يخليهم يطلعوا، يناموا جوا ياكلوا جوا، بدنا نحصرهم. العملية ما وقت تحمل، نحن في غضب ولو عم نتصرف بطريقة سلمية مش معناتها أنه الغضب مش موجود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.